تيقوني اذا قلت لكم بلي انه ما كاين شي واحد فينا على وجه هذه الارض ما عندوش حكايه مع التفاصيل ديالها، فقط غير هو كان تفوتوا بعضياتنا في درجات الابتلاءات والالام او العوض الجميل. ايمان صاحبه حكايتنا الليله غادي يبتليها مولانا باعز ما عندها، وغادي تشاركنا اليوم حكايتها مع تفاصيل مؤلمه اللي غادي تخلينا اننا نتفكروا نعمه الصحه والسلامه وامور اللي حنا ناسيين اننا نقول عليهم في الدنيا. الحمد لله حكايه الليله ضروري تسمعوها باش تستافدوا جميعا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بكم، واذا كنتي من اهل الدار 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 كيف العاده فخير ما تطلش عليكم اكثر. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، وما تنساوش انكم تشاركوا القناه مع القريب والبعيد باش كل شيء يستفد. فخير ما تطلش عليكم اكثر، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ايمان، قصتي بزاف اللي عارفينها وما عندي ما نخبي فيها، واللي سمعها يقدر يعرفني شكون انا غير من المحيط ديالي. غادي نبدا لكم باختصار مفيد من الطفوله ديالي اللي دوزتها عاديه وسط عائلتي اللي كانت سالمه، والديا وخوتي اللي كانوا دراري، قرينا حتى كبرنا ولله الحمد، وحتى شي عائله ما خطاوها النقاشات، كل واحد فينا كبر وكل واحد شد الطريق اللي هو اختارها. المهم انا قريت ولكن ما خدمتش في الدومين ديالي. واحد الفتره من موراها تزوجت. الزوج ديالي غادي نتزوجوا عن حب اللي كنت كنعرفو عامين قبل عقد القران ديالنا، فاش تفهمنا غادي نتجمعوا. تزوجت صراحه بانسان اللي هو بسيط، لكن اهم حاجه انه انسان مزيان وزوج صالح. غادي نتزوجوا على سنه الله ورسوله، كل شيء كان مزيان. حجيت معاه لداري اللي كرهها لينا، دوزنا مده مع بعضياتنا، تلقينا راسنا بلي اننا مستعدين باش اننا نديرو وليدات ونتحملوا هذه المسؤوليه. مشينا عند الطبيب باش انه يعطيني الاوكي بلي انا وكل شيء هو هذاك. دازت مده شويه طويله باش قدرت حملت، وفرحت لواحد الدرجه ما كتصورش، وقلتها للعائله كاملها. كل شيء ساق الاخبار، علما انه عندي اعداء من المقربين، ولكن كنت نقول بلي انا ربي متولي كل واحد، وهنا فين غادي تبدا القصه ديالي. المرحله من الاولى من الحمل ديالي غادي تدوز مزيانه، وخا لابد من داكشي ديال الحماله واللحام، وراكم عارفين داكشي ما تيخطا حتى شي ام. انا غادي نعرف بلي انه الجنس ديال البيبي ديالي كان ذكر. غادي تدوز 6 شهور من حمالتي، ومشيت للموعد ديال الطبيب اللي كنت متبعه معاه وما مرتاحاش ليه، ولكن راجلي اصر باش انا يبقى معاه. غادي يكون تيدير ليا ليكوغرافي حتى كنشوف بلي انا وجهو تبدل، هو مركز على واحد المنطقه. غادي يدخلني الشك، سولته واش كلشي مزيان، قال لي اه مزيان، وغادي يعطيني موعد لشهرين من بعد فاش تكون عندي 8 شهور. مشيت للدار بديت كنترجم وكنبحث حتى كنلقى بلي انه داكشي اللي كان تيشوف داك الطبيب هو الكلاوي ديال البيبي. واخا ماشي مشكل، غادي يدخلني واحد شويه ديال الشك، وقلت ربما انا غلطه في البحث ديالي، لانه اذا كانت شي حاجه اكيد الطبيب غادي يقولها لينا. وصلت للشهر الثامن ومشيت للموعد ديالي. في ديك التدويزه هنا الطبيب غادي يقول لي بلي انه البيبي عنده مشكل في الكلاوي ديالو، بلي انه كلاويه منفوخين. قال لينا بلي انه داك الموعد اللي فات بانت ليه بلي انه الكلوه اليمنى كانت منفوخه، ودابا حتى اليسرى تنفخات. بدات كتنفخ علما انه في ديك الحصه كان قال لي بلي انه كلشي مزيان وطمئني، واخا كان قلبي حاس بلي انه كاينه شي حاجه. انا ذاك بلا ما غادي نقول لكم الحاله اللي وليت فيها فاش سمعت هذا الخبر. اصلا ما عرفش كيفاش يدوي معانا ولا حتى يوصل لنا المعلومه. قال لي بلي انه البيبي عندي كبير بزاف، وقيله فيه السكر، وقيله فيك انتيا هذه ولا هذه ولا هذه، وبدا تيكثر عليا. فهاد المرحله غادي يخرج ليا بزاف نتاع التحاليل، علما انه هاد الطبيب فاش انا كنكون مريضه وكنتصل به ما كيجاوبنيش. فانا شكيت في واحد النهار فاش كان عندي 4 شهور كنت حامله بولدي، كنت مرضت واحد المرضى اللي هي خايبه، ومشيت لواحد الكلينيك وشكوا واش فيا كورونا، غادي يضربوا ليا شي ليباري وداروا ليا السيروم. فانا شكيت واش ربما هذاك هو السبب اللي غادي يخلي داك البيبي اللي في كرشي انه يتصاب. الطبيب ديالي لما كنا كنتصلوا به ما كانش تيجاوب، واخا تمرضي ما كيعطيكش اهميه، واذا دوزتي عنده حدو تيقول لك كلشي مزيان بلا ما انه ينصحك. ما علينا، المهم انا هنا فين قررت بلي انه خاصني نبدل هذا الطبيب.
مشيت عند طبيب واحد اخر اللي قال لي بلي انه ضروري خاصني نولد وبالفتيح، لانه غادي تكون الولاده طبيعيه خطيره عليا وعلى البيبي حيتاش كان منفوخ. ولدت بالفتيح بلا ما نقول لكم الحاله اللي كنت فيها. الناس تيمشيو يولدوا باش انهم يشوفوا عوينات البيبي ديالهم، والخلعه شدهم واملهم بلي انا كلشي غادي يكون مزيان. اما انا مشيت غير باش انني نشوف البيبي منين غادي يخرج كيفاش غادي يكون، ولما يشوفوا طبيب الاطفال شنو غادي يقول لي على الحاله ديالو. ما كنتش اصلا مسوقه لراسي كيفاش نكون ولا شنو غادي يقولوا عليا. دخلت لغرفة العمليات جبدوا لي ولدي ومشاو تيجروا به الدواء لطبيب الجراحه باش يشوفوا واش كيدير البول عادي. والحمد لله هنا غادي يلقاو بلي انا كلشي هو هذاك غير الكلاوي اللي كانوا منفوخين بزاف. الطبيبه شافتو قالت لي بلي انه خاصكم ديروا ليه واحد الراديو، وهنا فين غادي تقول لنا بلي انه الحاله ديالو خطيره. خاصكم تعرفوا بلي انه من بعد ما يلاه ولدت يومين بالضبط غادي نخرج. مشيت لداري اللي كاينه في الطبقه الثالثه، طلعت راسي وهبطت لانه غادي يعيطوا لراجلي، وقالوا لي بلي انا ولدي خاصو يشوفو داك طبيب الجراحه. هبطت وانا تنبكي في دوك الدروج، مشيت عند الطبيب اللي قرا الراديو وما بغى يقول لي حتى شي حاجه. قال لي من الاحسن انه تهزي ولدك وديه في رحمه مولانا. ما نكذبش عليكم داكشي فعلا اللي درت، هزيت ولدي ورجعت في حالي، رجعت مهلوكه فطرت نفاسي، ما كان عندي فيها حتى شي جهد باش انني ندير شي حاجه. ما فرحت براسي لا كأم ولا كنفيسه، ما مشت شعري، ما حنيت، ما لبست، ما درت والو، بحال عندي جنازه في الدار. عطيتها غير اللبكه ومريضه، حالتي كان يعلم بها غير مولانا، لدرجه انه ضعفت بزاف وفي ظرف شهر غادي نطيح 10 كيلو غير بالتخمام ديال واش هاد الولد غادي يعيش ولا ما غاديش يعيش. تشبت بهاد الولد بزاف لانه درت بزاف ديال قيام الليل باش انا رزقني به مولانا. درت واحد الفتره اللي غادي مرض ليا فيها ولدي، مع تولد في الشتا فدوز واحد المرضى اللي كانت خايبه، ديتو عند واحد الطبيب اللي فاش شاف الراديو ديالو اللي كنت دايره عليه غادي نخرج من عنده في واحد الحاله اللي هي هيستيريا. لانه باش نجيكم بصراحه لدابا انا ذاك ما كنتش عارفه شنو عند ولدي بالضبط، حتى غادي يبدا يقول لي الحاله ديال ولدك خطيره وما خصكمش تجلسوا على هذا الشيء، خاصكم دابا تطلعوا للعاصمه باش انكم تمشوا لتخصص المسالك البوليه والكلى اللي ما كايناش هنا في المدينه فين تنسكنوا. وعلاش نتوما جالسين ساكتين على هذا الشيء والولد عنده هذا المشكل من ناحيه ديال التصفيه نتاع الكلاوي؟ هو تيدوي وانا بحال تيجي شي حد وتيعلقني الفوق في السماء وكيلوحني، هو تيدوي وانا تنمشي وكنجي في راسي. وانا ذاك كان عند ولدي 20 يوم بالضبط. بدينا كنقولوا الطبيب اذا مشينا للعاصمه فين غادي نجلسوا فين غادي نمشيو؟ قال لنا سمعوا راه كاين واحد الدكتور معروف فلان فلاني ناخذ لكم معاه موعد. اتصل فعلا مع داك الطبيب اللي غادي يقول ليه اول حاجه خاصهم يديروها هي انهم يطهروا ولدهم، ولما يبرى عاد ديك الساعه يطلعوا لينا العاصمه. فعلا داكشي اللي درنا، تسنينا حتى برا من واحد الحساسيه اللي جاتو خايبه، كيضيق لي التنفس وتيكحب حتى كيتخنق، وانا اكيد ما كنتش كنشوف الناس معاه. دوزنا داك المرض وغير دار 40 يوم ختنا ليه وبقينا كنتسناو حتى برا. من بعد هزينا للعاصمه اللي قالوا لنا بلي انه ضروري هاد الدري خاصو يدير سانتيغرافي، واللي هي واحد الماده اللي كيديروها ليه في العرق وكتمشي للكلاوي ويبقى من تحت الاشعه واحد المده نتاع 40 دقيقه باش انهم يشوفوا الكلاوي ديالو كيفاش غادي تمشي ليه ديك الماده. هاد الماده تيديروها للدراري اللي تيبداو من 3 شهور. سولنا الطبيب شنو المعمول دابا، قال لنا غادي ديروا ليه واحد الدواء ديال الالتهاب هو الاول اللي عنده في النبوله وخاصو حتى يكمل 3 شهور. فعلا بالضبط دار 3 شهور ونهار ورجعنا للعاصمه ودرنا ليه داك السانتيغرافي اللي بقى مسكين 40 دقيقه ومن تحت من ديك الاشعه. بلا ما نقول لكم الدري كيفاش كان تيبكي وتيزرق، كيفاش اصلا هو كان كيتحمل ديك التخسيخات ديال الطريق مع بزاف ديال الحاجات. من بعد هاد الاشعه تبين بلي انه عنده تشوه خلقي في الكلوه ديالو اليمنى واللي ما كتصفيش مزيان حيتاش ما كملاتش النمو ديالها، والكلوه ديال اليسر منفوخه بزاف وفيها انسداد في العرق اللي تهبط للكلوه النبوله. المهم الكلوه اللي فيها تشوه خلقي كتخدم بنسبه 14% وباللي ما عندهمش الحق انهم يديروا لي حتى شي حاجه حتى يكمل 10 شهور عاد نقدروا نديروا ليه شي عمليه. رجعنا في حالنا وكنا في واحد الحاله اللي هي نفسيه صعيبه. عطانا موعد واحد اخر
اللي نقدروا اننا نديروا فيه غير فحص. وقال لينا بلا ما تجيو عندي حتى العاصمه، راه كاينه واحد المدينه قريبه ليكم فيها هذا الراديو. فعلا ديناه لديك المدينه ودرنا ليه الراديو وصفتناه للطبيب، وهنا قال لينا بلي انه الولد خاصو ضروري يفتح على ديك الكلوات بزوج، ولكن خاصو يبدا باليمنى اللي فيها تشوه خلقي، نشوفوا على الاقل شنو نقدروا نقضوا فيها واخا تكون غير نسبه اللي هي قليله. لكن الولد ضروري خاصو انه يكمل 10 شهور عاد جيبوه ليا باش اننا نشوفوا فوقاش نبداو هاد العمليه. فعلا داكشي اللي كان، كمل 10 شهور ورجع لنا عنده العاصمه وغيدير واحد الراديو تما مع واحد الطبيبه اللي هي اللي غادي ديروا ليه، وانا عالم بيه غير مولانا. كنشوف معاه في دوك ليكوغرافي واخا انا ما عارفاش، كنحاول نفهم شي حاجه. هي إيه كدير داك الراديو كتقول الله 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 الله، بحيله شافت شي حاجه اللي ما كانش هي هذيك وتخلعات. وانا من الطبيعي انه غادي تحرك فيا غريزه الامومه وغادي نقول لها شنو كاينه دكتوره، والدموع في عينيا. هي غادي تقول لي عافاك سكتي عليا انا راني تندير غير خدمتي. واش عرفتوا ديك اللحظه بحيله دخلت فيا شي خنجر. المهم الطبيب قرا داك الراديو وقال لنا بلي انه النسبه للكلوه ديال اليمن راه وقع فيها تحسن بسيط، وغادي نزيدو نصبروا واحد شهرين وحده اخرى ونعاودوا ليكوغرافي، ربما يكون شي تحسن عند مولانا. عرفتوا فاش رجعت من العاصمه بحيله خلقيت من جديد، رجعت تنبكي ولكن الدموع كانت هاد المره ديال الفرح. تنبكي وتنقول الحمد لله يا ربي. علاش؟ لانه كل مره تنكون غدا فيها كنوض كنصلي الفجر وكندعي الله وتنقول يا ربي اللي ما عندي فيه خير لولدي بعدو عليا، وحتى هاد العمليه اذا ماشي هي فيها خير بعدها عليا سيدي يا ربي. المهم رجعنا فحالنا فرحانين وسط العائله اللي تيعيطوا، كنطمئنهم باللي انه كاين تحسن. وديما تنقول يا ريت كون ما هضرتش وما قلت والو، حيتاش غير رجعنا ونشرت الخبر. دست بالضبط 10 ايام عليه، واحد النهار جلس انا ولدي وجات الام ديالي، قلنا يلا نخرجوا نبدلو شي شويه الجو. وانا غادا في الشارع حتى ولدي بدا كيتعصر بالبكا وكيتقيا عزكم الله. رجعت للدار كنجري، واللي عطيتها ليه كان كيشربها وكيرجعها، وتيبقى كل ربع ساعه ويجي داك التجنج في كرشو وكيسعر بالبكا. ما خليت ما درت ليه ما كاين حتى شي نتيجه. غادي ندهن ليه كريشتو بالزيت، شربتو كاع اللي تيحيد ليه لي غاز والو. على راس كل ربع ساعه كانت كتعاود نفس الحاجه، بقيت صابره بحال هكاك حتى صباح الصباح، وديتو عند واحد الطبيب اللي الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار، اللي غادي يقول لي بلي انه عنده غير التهاب في الحلق. كيفاش الدكتور عنده التهاب في الحلق وانا ما نعسش اصلا الليل كامل معاه، واللي عطيتها ليه كيتقيا وحتى رضع عليه وكيرتاح فيها وكتفرحوا رفضها، كيشرب غير الماء اللي غير تيديروا في جوفو تيرجعوا. قال لي لا سير عطيه هاد الدواء هذا وغادي يرجع مزيان. مشيت للفارماسي شريت داك الدواء ب 300 درهم، عاد الفيزيت نتاع داك الطبيب 300 درهم، ورجعت في حالي وبقيت كنعطيه ليه، وقلبي حاس بلي انه كاينه شي حاجه ماشي حتى لهيه وماشي هذا هو الدواء اللي خاصو. كندوي مع راجلي وتنقول ليه ما عرفتش شنو مال ولدي، تيقول لي انت غير كتزيدي فيه، والطبيب زيدون راه شافو وقال بلي انه راه ما عنده والو من غير الحريق، داكشي اللي فيه راه غير ديال لي غاز. شنو غادي نقول لكم؟ ما جا الليل حتى كنلقى الكوشه ديال ولدي عامره بالدم وريحتو عزكم الله بحال تاع الدوره الشهريه. بديت كنتناقش انا وراجلي هذا راه دم، لا راه ماشي دم. والمشكل انه خرجت ليه بكميه اللي كانت كبيره، والولد يومين هذه ماكله انا ذاك. المهم بقينا صابرين ديك الليله كامله حتى كيبدا كيبان ليا ولدي انه بدا كيغيب، ما تياكل ما تيشرب. دينا على الصباح عندك الطبيب اللي قال لنا بلي انه ما عنده والو، غير انا غادي نوري التصويره ديال لي كوش غادي ياكد ليا بلي انه داك راه الدم. وهنا قال لنا بلي انه دابا غادي تديو ولدكم ديروا ليه الراديو. ديتو لواحد الكلينيك، درت ليه داك الراديو على كرشو، ولقينا الصدمه الكبيره باللي انه المصران الرقيق تخليه في المصران الغليظ. قالوا لي دابا خاصو يفتح حيت حالته مستعجله. بلا ما نقول لكم باللي انا الدنيا دارت بيا، وحسيت بواحد الاحساس اللي هو رهيب. باقا كنعقل سخفت لهم تما، والناس تجوقوا عليا، شي تيصبرني وشي تيواسيني. ما نكذبش عليكم ما بقيت تنسمع والو وما كتبان لي حتى شي حاجه، من غير انه ولدي اللي كنت كنشوفه سخفان وداب الفيديه منظر صراحة اللي ما كنتمنى لتا شي حد.
مشينا لكلينيك واحد اخر. ما تعرفوش اصلا هاد الناس واش عندك ولا ما عندكش، واش مستعده اصلا ولا ما مستعداش. المهم كيخصهم غير الفلوس، ولا دي ولدك المستشفى نتاع الدوله يموت ولا يتعذب، ولا موقع ليه والو غادي يخرج لك بعاها. المهم عطاونا واحد المهله من هنا 5 ايام باش اننا نخلصو، بيد ما نشوفو من عند من نسلفو ولا شنو نديرو. غيجي واحد الطبيب اللي هو انساني والله يعمرها دار، عمرني ما غادي ننساه. جا وشرح لنا الحاله وقالنا بلي انا وكاع البيبيز يقدروا يقع لهم هذه الحاله، واللي هي تجد تلقائيه المصران الصغير انه يدخل في المصران الغليظ. قال لنا انه نتمنى من الله فاش نفتح ليه ما نضطرش انا يقطع لي من المصارن. كنت في الكلاوي حتى صدقت في المصارن، سبحان الله. شنو غادي نقول لكم وشنو اصلا اولا كيفاش نشرح لكم داك الاحساس. عمرني ما ننسى ديك اللحظه اللي جاو داو ليا فيها ولدي من يدي هو سخفان مسكين، داوه للبلوك وانا تنشوف فيه ما عندي ليه جهد. شحال دعيت باش انا تلغى ديك العمليه ديال الكلاوي حتى غادي تكتب ليا العمليه نتاع المصران اللي قال لي عليها الطبيب. اذا اضطريت غادي نقطع منها وغيبقى فيها 5 ايام ما ياكل ما يشرب، وغيبقى عايش غير بالسيروم وصافي. قال لي هذيك هي اللي شويه كتكون صعيبه بالنسبه للبيبيز، ولكن اذا ما قطعتهمش وحليتهم غير بيدي غادي يقدر انه يشرب من مورا العمليه مباشره. لكن للاسف فاش تحط الطبيب امام امر الواقع اضطر باش انه يقطع واحد الطرف من المصران، وغيخرج ولدي من بعد 3 ديال السوايع من العمليه. ديك المده اللي صراحه دازت علينا انا وباه قاسحه بزاف كانها ايام. المهم عمليه نجحت وهذا هو الاساس. ولدي بقى 5 ايام وشني فاتو يابسين، مع هو كيرضع رضاعه طبيعيه. انا كنت ناعسه حداه وهو تيمد يديه لصدري وتيلمح ليا بلي انا باغي يرضع، وانا قلبي كيتقطع. كان تيري الحليب وتلوحو غير في لافابو باش انه ما يتحبش. الحمد لله دازت ديك 5 ايام بالكشايف. الولد مسكين غير تيبكي وخصو غير جغمه ديال الماء، والطبيب تيقول لي بلي انه لا مستحيل انك تعطيه شي حاجه من بعد العمليه نتاع المصران. من بعد 5 ايام عطاوني الاذن باش انه يرضع. شنو غادي نقول لكم على ديك اللقطه اللي مديت ليه فيها صدري كيفاش هو فرح، ولكن للاسف كرشو غادي تنفخ ليه وبدات يرجع الصفوره. واحد المنظر اللي كان غريب. جا الطبيب تيجري وانا خايفه ياكما العمليه ما نجحاتش ياكما ياكما. داز ايام صراحه اللي هي قاسحه وصعيبه، فيهم ولدي ضعف بزاف، ولكن اللي هو كان اكيد انه العمليه نجحات. جبتو للدار وغادي نرجعو للطبيب حتى من مورا شهرين، لانه الظروف والفلوس ما حنا متبعين مع الطبيب بالفلوس ماشي في المستشفى نتاع الدوله، يعني خاصنا مده باش انه راجلي يخدم ويجمع من هنا ومن هنا، ونقصوا بزاف ديال الحاجات. ما بقيتش انا اصلا كنلبس كيف الناس، لا انا لا راجلي، ولينا غير كنشرو ما ناكلو بالزز باش ببساطه انا نوفرو فلوس لولدنا وعاد العائله اذا تعاونوا معنا. انا ما قدرتش نخدم لان ولدي مريض، انا اللي تنقابلو ما عنديش كيفاش ندير وهو باقي صغير. بقيت جالسه مع ولدي في الدار حتى دازت مده 7 شهور ودينا لعند الطبيب. هاد المده كلاويه زادوا نقصوا على الخدمه بزاف. كيفاش طلعنا للعاصمه وقالوا لنا بلي انا عاوتاني ديك سانتيغرافي خصنا نديروها. لقينا الطبيب اللي حنا متبعين معاه مع راجل كبير، فما بقاش قد انه يدير العمليات، فغادي يدوزنا لطبيب واحد اخر اللي تيكون هو معاه حتى هو مزيان ومعروف وعنده كفاءه. هاد الطبيب حتى هو غادي يطلب منا السانتيغرافي في المدينه اللي حنا فيها حيتاش ولاو كيديروها فيها. فمشينا درنا ليه الراديو ولقينا بلي انا والكلاوي ديالو نقصوا في الخدمه. اما السانتيغرافي تبين فيها بلي انا وديك الكلوه اللي كانت خدامه برات ب 14% زادت نقصات ب 8% وغالبا الكلاوي ضابطوا على 10% تحيدوهم باش انهم ما يديروش التهاب في النبوله. وانا الحمد لله في الحاله ديال ولدي عمرني ما نعسو في السبيطار على شي ميكروب في النبوله، وهذه كانت هي الحاجه المزيانه. المهم من موراها فاش دوينا مع الطبيب ديال ولدي في العاصمه قال لنا بلي انه خاصو ضروري العمليه. سولنا شحال وقالنا بلي انه على الاكثر خاصكم واحد 3 مليون. راجلي عنده الضمان الاجتماعي وفعلنا ديك البريزون شارج على حساب اننا نخلصو غير الفرق. تخيلوا غادي ترفض ليا للمره الاولى والمره الثانيه حتى المره الثالثه، عاد غادي يقبلوه. وجاتنا مع العيد الكبير والرحمه ديال الله، الناس معيده وكاين اللي ما معيدش وقعد في رحمه مولانا، وانا وراجلي طالعين باش نديروا العمليه لولدي. طلعنا وصلنا وخلصنا 1,200,000 اللي غادي يجمعوها لينا غير العائله، وراجلي غادي يسلف شي شويه ديال الفلوس حيتاش يلا كنا درنا ليه درنا لولدي العمليه ديال المصران اللي كانت بمليون وزياده. مع كل احتراماتي حنا ما عندنا لا طب لا والو، واذا بغيتي الشفاء اولا غير العلاج خاصك تكوني لاباس عليك وجيبك عامر، اما شي حاجه واحده اخرى
راه ما كايناش. هذا هو الواقع مع تجربتي مع ولدي. المهم شينا انا وراجلي ودينا حوايجنا وبلا ما نقول لكم اعباء الطريق والمسافه اللي كانت طويله وتماره والبيبي ديالنا اللي كانت عنده هذاك عام ونص مع المرض. وصلنا راجلي غادي ينوض يخلص الكلينيك وعطونا البيت فين غادي نجلسوا. بدينا كنتسناو في الطبيب باش انا ويجي اللي فاش شافو بدا كيقرا الاوراق وغادي يسولني شي اسئله بحال باش عرفتيه مريض. من كرشي كان في ليكوغرافي تتبان واش كطلع لي السخانه طلعات لي فاش كانت كينوضوا لي السنينات. قال لي بلا ما نكذب عليك غادي نجيك من الاخير، راه الكلاوي ديال ولدك خصوصا الكلوه اليمنى اللي فيها تشوه خلقي خدامه بالنسبه ليا قليله، راه واخا ندير عليها عمليه دابا باش انا تحسن فراه ما غاديش نربحو شي حاجه اللي هي كبيره، ومع المده غادي تضيع غادي تضيع. يعني اذا ساعفتيني بلا ما اننا نفتحوا لها الكلوه دابا ومن بعد انني نضطر نفتح مره الجايه باش انا نحيدها كاع. قال لي بهذه الطريقه اللي كنت نقول لي يا ريت كون قال لي انا وندير العمليه ويولي ولدك مزيان. قال لنا من الاحسن انكم تديو الولد وتخليه شهرين ونص وعاودوا رجعوه باش نشوف شنو كاين. داكشي فعلا اللي كان، رجعنا في حالنا داك النهار مازال ودوزنا عيدنا وبقينا كنتسناو انه دوز ديك شهرين ونص، لكن قدر الله ما شاء فعل. واحد النهار وانا جالسه انا وولدي رجلي عنده موتور تيمشي وكيجي بيه الخدمه، تخيلوا معايا جالسه في داري حتى كيجيني ابل فيها بلي انا وراجلك دار كسيده بالموتور. ما عرفش راسي باش تبليت، هزيت ولدي ومشيت عنده كنجري للسبيطار حتى كنلقاه بلي انه مهرس من الفخذ ديالو ومجروح في وجهه. قالوا لي بلي انه خاصو العمليه ضروري لانه تهرس في الفخذ ديال رجليه. الطبيب كان عامر بزاف لانه في داك الشهر كانوا الحوادث بزاف خصوصا واننا تنسكنوا في مدينه اللي هي سياحيه. فقبل ما غادي نديروا لي العمليه بنهار كنت جالسه انا وياه في السبيطار حتى كنشوف حالته ماشي هي هذيك. طلعت ليه السخانه وصدرو تيطلع وكيهبط وكندوي معاه ما تيجاوبنيش. ملي كنطلع عليه كنلقاه بلي انه غايب على الوعي ديالو. بديت كنعيط للطبيب والفرمليات اللي جاو تيجريو وكنشوفهم تيديروا لي الاكسجين والاخرين اللي تياخذوا الدم من يدي باش انهم يديروا التحاليل. داروا بالراجل وما عرفش ما ندير ودموع غير نازيين وتنقول لهم مالو شنو وقع ليه ياك لاباس، دابا خاصو الانعاش والاكسجين راه هبط ليه بزاف. الداو تيجريو به الانعاش واحد الاحساس واحد اخر، الله يجعل هادشي كله مغفرات الذنوب. داو الانعاش وانا داك خرجوني على برا بقيت مخلوعه تنقول يا ربي راه ولدي مريض. تقبلتها ولكن ما تحرمنيش من راجلي، راه هو على من حاطه الراس، اذا ديتي شكون اللي غادي يكون بيا ولا حتى بولدي. وهذا الاحساس اللي الهلا يعطيه شي مسلم. فاش دخلوا الانعاش جراو عليا من السبيطار لانه كان ديك الساعه غير السبيطار ديال الدوله. رجعت في حالي للدار عند ولدي اللي كان تيبكي بحال حاس باش من واقع. فبقيت في الدار حتى كندخل الفيسبوك ديالو وما عرفش شكون هذا الانسان الخبيث اللي عرف شنو وقع ليه ونضر زوج ديال لي فوكونت. وغادي يدخل التصاور ديال الراجل اللي عندي في الكونت وبداو كيكتبوا ليه الله يرحمك. تخيلوا انا كنقرا في الميساجات الله يصبرك الله يرحمه. الدنيا دارت بيا تنغوت وتنقول ماما راه فلان وقيله مات. كتقول لي علاش الشيطان ايمان، راه اذا كانت شي حاجه راه السبيطار هما الاول غادي يعيطوا عليك انت اللي مرتو. وانا غير تنبكي وكنعنق في ولدي. تقهرت وزادوا قهروني، بديت كنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. شوي غادي نتفكر باللي انا عندي النمره نتا واحد السيد كنعرفو تما، فسولته واش غادي يتاكد ليا في السبيطار ولقينا باللي انه لا راه راجلي باقي حي وفي الانعاش ولكن راه بدا تيفيق. حمدت الله وشكرته واخا ما نعسش ديك الليله ولا شفته. غيدوز راجلي 5 ايام في داك الانعاش وانا علي نحماق كندخل كنشوفو دقيقه بالحساب حالته حاله ما قادش يدوي ودايرين به غير الخيوطه وانا غير تيجريو عليا دقيقه ونخرج. النهار الخامس بالضبط عطوني باش انا نشري الماتيريال ديال العمليه داك الحديده وداكشي الاخر وغادي ناخذ الفلوس من ديك الفلوس ديال ولدي ديال العمليه هي اللي غادي نقضي بها الغراض. النهار السادس داروا لي العمليه وكان مقصح بزاف، رجلي كلها محلوله 25 غرزه في رجلي. رجعوا للانعاش يومين واحد اخرى وانا مكرفصه في النهار كنمشي وكنجي 6 ديال المرات لان ببساطه خاصني نرجع نرضع ولدي في الدار لانه عنده رضاعه طبيعيه. وديك الساعه كانت شهر 8 والحراره والمركوب ما كاينش، واحد العذاب داز عليا الحمد لله يا ربي. المهم غادي تحسن وخرجوه وجبناه للدار واخا عانينا معاه دابا الحمد لله مزيان ولكن ما يقدر يتحرك ولا والو. غادي يوصل موعد الولد باش انا نديوه للطبيب وغادي نديروا ليه الراديو وصيفطنا حتى كنتوصلوا بخبر جديد باللي انه الكلاوي زادوا نقصوا وحالته تدهورات.
كنحس براسي باللي انا تقهرت من بعد ما تجمع ليا هادشي كامل. بكيت، غادي يطلبوا ليا الدوسي انني نجيبو العاصمه ونعاودو ليه من الاول باش نشوفو شنو كاين. ربما انا وحان الوقت باش انهم يديروا لولدي العمليه. هاد العمليه اللي زوج مرات وهي كتلغى بعد ما كنصلي صلاه الاستخاره وكندعي. اليوم عامين بالضبط باش انا عرفت بلي انا ولدي مريض. عامين وانا تنعاني من هذه عايشه في واحد الرعب وواحد الحاله اللي هي خايبه. كل مره كنتفكر ولدي غيعيش ولا غيمشي، تهوس بالمرض ديالو. كنبدا ندخل ونبقى نبحث ونسول. ما نكذبش عليكم، عييت بزاف وتقهرت وما بقاش ليا الجهد. تنقول الحمد لله هذا ابتلاء من رب العالمين، ربي كيبغيني، ولكن ضروري من انني نفشل ونطيح للارض ونكتئب ونفسيتي تمرض. تنعل الشيطان وكنعاود نوض ونصلي ونطلب ربي انه يسمح لي ويفرج عليا. انا عارفه بلي انا وقدر الله هذا، واذا جات بسبب العبد الله ياخذ الحق. هاد التفاصيل كلهم يا ساده الكرام كانت حكتهم لي ايمان في شهر 7، ولكن اليوم فاش كتبت القصه وسولتها على الجديد في الحكايه ديالها كان هذا هو الجواب ديالها. الجديد كتقول ايمان بلي انا وولدي دار العمليه على الكلوه اللي مزيانه والحمد لله، دازت العمليه بخير. واخا كان فيا الخوف والستريس ديال العمليه دازت ولله الحمد ورجعت للمدينه ديالي. دابا كنتمنى لله انه الكونترول يدوز مزيان. هذا ابتلاء من عند مولانا وانا حمد الله وشكره حيت ابتلاني. واخا كاينين شي ناس كيعايروني بالمرض نتاع ولدي وبلي انه ربي كيعاقبني بهذا البلاء، ولكن انا متيقنه بلي انه هذا الشيء مولانا حيت باغيني نحمدو ونشكرو. عرفتوا شنو داز عليا خوتي؟ ومازال تقدر تكون عمليه واحده اخرى على كلوه واحده اخرى. هادشي اللي كيزيد يحطمني نهار على نهار. كنشوف بلي انه هادشي مازال ما بغى يتسالى ومازال خاصني واحد النفس اللي هو طويل. عامين من حياتي كنحس براسي ما عايشاش، مرت باكتئاب، واللي غادي نحاول انني نزور الطبيب باش انا نحاول نرجع لحياتي الطبيعيه. الحمد لله انا وانا انسانه صبوره ومتقنه من الله بلي انه غادي يكون الشفاء لولدي. تخيلوا احساسي وانا كنرقي ولدي باش انه يدخل العمليه. تخيلوا معايا كنشهد لي في ودنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، حيت عارفه بلي انا ولدي يقدر ما يخرجش من تما. وراجلي مسكين اللي هو مهرس من رجلو بالعكاكز واقف كيتسنى معايا. كنبكيو بجوج وواقفين بجوج ومساندين بعضياتنا بجوج، والحمد لله انا ولدي خرج مزيان ودابا راه كيتعافى. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكايه ايمان يا ساده يا كرام. اول حاجه واخر حاجه غادي نطلب منكم انكم تخليوا تعاليق جميله ورائعه ودعوات الايمان صاحبه الحكايه، لان محتاجه انها تسمع شي حاجه بحال هكا وتريح ليها الخاطر ديالها وتخليها تجدد الايمان ديالها والطاقه ديالها باش انها تستمر. المرض ماشي شي حاجه اللي هي سهله، وهذا الشيء اللي شاركت معنا في تفاصيل حكايتها سهل انه يتقال ولكن صعيب انه يتعاش. فنسال الله انه يشفي لها ولدها في العاجل القريب، وانه هذا اكيد ابتلاء. ربي ما كيبتلي العبد ديالو الا وانه كيحبو، الا وانه كاين هدف بغاه انه يتقرب منه اكثر، ولا بغاه يجازيه في الدنيا وفي الاخره او لا في الاخره. فالله يخفف المرض على ولدك وعلى راجلك، و ان شاء الله يكون خير. وكنخلي لتحت تعاليق للمتابعين الكرام انهم يخليوا لك كلام جميل ليبرد لك قلبك. فدمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في مقاريب، وسلام سلام.